مع مرور دقائق للمباراة بيرباتوف ونروني لوانتو وبيرباتوف أندرسون أندرسون هي البداية لسلسلة أهداف المانيو في مباراة رقم 4 على مستوى التحضيرات. المانيو هنا في الديار الأمريكية بعد أداء جماعي رائع قاده روني زكا بيرباتوف وتوج أندرسون بهدف أول في هذه المباراة. نتابع اللقطة من جديد. هذا هو روني وبيرباتوف انسجام وتناغم. أندرسون يستغل الهفوة نتابعوا اللقطة من هذه الزاوية. يا سلام على اللمسات ويا سلام على الإبداع من أقدام بلغارية إنجليزية. توجها أندرسون في كرة جميلة جدا وفي هجمة جميلة جدا أكدت تفوق المانيو بالخبرة. نعم بالخبرة.